من بلديه حصندار، ورانا نعانوا اول حاجه كما تحدثنا قبل ومسبقا الطريق والكهرباء، الكهرباء الفلاحيه. كما راكم تشوفوا رانا بدينا ننتجوا، ورانا نتحداو في هذا الصعاب تاع المنطقه منها الرمال وهذا الشيء. وراكم تشوفوا درنا الرش المحوري تاع حوالي 40 هكتار وخسرنا فيها اموال كثيره، وما نطلبوا من الدوله ودي غير باش توفر لنا الكهرباء والطريق. هادو زوج حوايج بعد اللي مبازين عليهم ياسر، وما تقدرهم حتى مقاول، هادو ما تقدرهم حتى فلاح، كيما من جهه الطريق ومن جهه التريسيدي لازم الدوله هي اللي توفرهم. وكاين كيما عندنا واحد الاخ راه هنا ثاني مستثمر واحد اخر عنده داير واحد الزوج بيفاوات نتاع الرش المحوري 50 هكتار 50 هكتار، تما قريب 100 هكتار، وراه زاب زوج المره هذه تاع 50 50، تما قريب المنطقه هذه راه فيها قريب 400 وحوالي واحد 440 هكتار بالرش المحوري. والله كما راكم تشوفوا نعانوا من جهه المازوت، الكرارس تاعنا غاليه وكسرناها في الطريق هذا، وما دقنا نوخروا ما دقنا نقدموا، ورانا نلوحوا في اموال كثيره في المنطقه هذه، وما نطالبين من الدوله غير الطريق والتريسيدي. الدوله لم تقم